بسم الله والحمد لله والله أكبر. قل ربي سبحانه وتعالى في نفس السورة: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. أعلم التوحيد هو القول الثابت، والقرآن هو القول الثابت، سنة الرسول الصحيحة هي قول ثابت. يقول ربي سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين، شوف كيف يمن علينا من لا مثيل له، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. يقول لا إله إلا الله، حقيقة لا إله إلا الله، ولا محمد رسول الله، كذلك لا شك في رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام، النبي العربي الصادق الأمين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وبالآخرة. مع ربنا تثبيت من نوعين، نوع الأولى ونوع الآخرة. ويظل الله الظالمين، كل من هو سوانا في هو في ضلال، لأنكم يعني وزاد ديزانجيست، دونك وزاد ديزاغريسيف كونتر فومان، وزاد كيما تقول أنت دي جون كي نو فون كو دو مال، نو بونس كو مال، يفون تو بوسيبل كوم تو لي تيب دو مال. ويضل الله الذين ظلموا، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. دونك اذا كان ما يشاء ما شكون يعاند ويقول له ستوب، انا اعترض، انا هبل اعترض، انت برك تحكم انا معك، كيما حل العرب تو تونس، يبان مشاو خطوه كبيره وجاهدوا وصاروا من حتى ربي حب يبدل الاوضاع، خاطر الناس تعطي اراءها، ما غير واحد يخاف من التتبعات، وبعد اغلب الاحيان يكونوا في جهالات او الراو، ونصرة النزاعات في قلب مجلس الامه اللي ولا يسيطر اي جو غمه والعياذ بالله. ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. انت لا تفعل ما تشاء، لكن ما يشاء ابليس ضدك، اعلى نفعل ما امرنا الله به ولا نزيغ عن ذلك، لأنه في زيغنا عن ذلك فهي منا عملية تدمير لإيماننا، يتبخر الإيمان ويغادرنا من ذواتنا، ونصبح احنا في التيهان والعذاب في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة.